بدأت بحمد الله والحمد جنة به يتقي العبد المكاره والضرر. وفي الحمد جاء للكريم ورفعة وقدر عظيم لا سواه له حصر. ومن بعد حمد الله صلوا وسلموا على خير خلق الله من سائر البشر محمد الداعي إلى خير شنعة بقناته الغراء شق له القمر. وصل عليه الله من ذات نفسه وأرضى لسادات أصحاب الغرر. وأسأله تيسير ما أنا ناظم وفتح يفتح لي المقالة والفكر يسهل لي نظم الخريض بمنة. فما زال منانا والكسر قد جبر. ومن بعد هذا أيها الناس فاسمعوا مقالا بحمد الله قد جاءك الدرر. فيا سائري عن أحسن القوم قصة وسيرتها تواي من أحسن السير. تسمى هداك الله مني قصيدة بفتح وتيسير من الله قد حضر. وأستفتح الله الذي يمنح العطاء وللأرض والسبع السماوات قد فطر. هي القصة الحسنى قصيدة يوسف ويعقوب والأسباط كالأنجم الزهر. وذاك أن الله أعطى ليوسف من الحسن شطر ما في البدر قد بهر. له نكهة الأعلى من المسك ريحة وصورته تواي من أحسن الصور. وقد كان يعقوب النبي يحبه ويؤثره حبا على سائر البشر. ملازمه في ليله مناري وساعاته فالبعد عنه فما صبر. وإخوته في الرأي طول نهارهم وعند المساء في الليل دعمهم السهر. ولم يلتفت في الحب إلا ليوسف وأما سواه من بنين قد فدر. وإخوته لما رأوا ذاك أضمروا ليوسف شرا واللعين لهم أمر. وذاك لأمر قدر الله أن يكن فسبحانه من مالك جل اقتدر. ولما أراد الله إظهار أمرهم وما كان قدما في الكتاب قد استقر. فبينا يعقوب للذكر جالسا يسبح الله المهيمن ما فتر. وفي حجره الصديق يوسف نائما بوجه له نور أروع من القمر. وفي نومه بدا التبسم ضاحكا كمستبشر بالناس قد بلى الوطر. تعجب يعقوب النبي لضحكه وفي قلبه شأن عظيم لقد خطر. فقال له يعقوب وجهك ضاحكا كمستبشر بالله يوسف والخبر. فقال له رؤيا رأيت وإنما لها نبأ لا بد يبدو ويشتهر. فقال له بالله ماذا رأيته ألا فاقصص الرؤيا علي بلا نكر. فقال له إني رأيتك راكبا طرارا وقد أديت إحدى عشر. رأيتهم لي ساجدين جميعهم ووافقهم في ذلك الشمس والقمر. فقال له يعقوب رؤياك هذه لها نبع يا يوسف سوف تختبر. عن الإخوة اكتمها ولا تبديها لهم ولا تفشيها قطعا لأنثى ولا ذكر. ولا تقصص الرؤيا على أحد وكن كتوما لهذا السر والحذر الحذر. ولا ينفع التحذير من أمر خالق له الحكم والتدبير والنصر القدر. فلما أراد الله إظهار أمره وليس لأمر الله ردا إذا حضر. لقد نسي ما بوصاه من كتب سره وقص له رؤياه حقا بلا نكر. على غيظهم غيرا للأقوال.
كان كل منه القلب قد انفطر. ومن حسب روبين قال أباكم ويقول لكم أنتم عبيدي كما ذكر. أيوسف معزوز وأنتم أذلة برعل وسعيد والمتاعب والسار. أما تنظروا يعقوب والدكم له يجر ويدنيه ولا لكم نظر. فلولا مشغولا به كان مقبلا عليكم عشاء والصباح إلى سفر. ألا فاقتلوه يخرج أبيكم لكم وتكونوا بعده أصلح البشر. وإلا فطرح الأرض بعيدة موحشة الأرجاء في أريق الحفر. فقال يا هودا إن هذه كبيرة ألا إن قتل النفس من أعظم الخطر. يسمى نبي الله وابن نبيه ومن يقتل الصديق عمدا فقد كفر. فقالوا لا بد من بصنا به ولو كان مهما كان من الغير. فقال لهم إن كان لا بد فعلوا فألقوه في جب به الماء قمار. ويفعل به مولاه مهما أراده إن شاء ينجيه وإن شاء به ضار. وقد أخذوا في ذلك الرأي أمرهم وكلنا على هذا الحديث قد استمر. فجاءوا إلى الصديق يوسف شوقوه وقالوا له قولا يلين له الحجر. فقالوا له هذا زمان ربيعنا ونزهة أشجار من العشب والمطر. فلو خلت للأغلال في البر ترتعي وقد فرحت من كثرة العشب والمطر. فقالوا له هذا زمان نتاجها وأولادها جاءت على أحسن الصور. فمن أحمر ثم أبيض ثم أصفر ومن أبلق الألوان تدهش النظر. ولو خلتها عند العشية إذ أتت وقد فرحت أولادها خدمها أبر. وضجت بأصوات لها في لغاتها وجاوبها ذاك أولادها الأخر. فنحن محالا من روي ضروعيا ونجعلها ألوانا للأكل تدخر. فلو شاء دفعناك في البر فعلنا ونحن به نرتع ونلعب بالهكر. فقال لهم بالله قولوا لوالدي عشاء هيا كل بالخروج لقد أمر. فجاءوا أباهم ناصبين مكائدا ليوسف الصديق لم يدر من خبر. ومن حنق ألوانهم قد تغيرت وجوههم فيها لقد بدأ الظهر. فلما عليه أقبل الكل سلموا وكانوا مسرين الخدية والمكر. فقال لهم يعقوب ما لي أراكم بحال وقد أنكرتها غاية النكر. فقالوا خيرا تراه وإننا لفي حالة على المسرة والخبر. بأن أخانا يوسف قد أتانا وأدمعه تجري على الخد كالمطر. وألقى علينا نفسه بتذلل له عبرة منها لقد حشرج الصدر. وقبل منا أرجلا ورؤوسنا فإن نحن خليناه خاطر كسر. وقال لنا بالله يا إخوتي إذا خرجتم ودل الرأي بالبر والحضر. فما كن خذوني أنظر البر والفرح ويرغب عني الهم والغم والبكر. فإن شئت ترسل فأرسله في غد يرتع ويلعب في البلاء ذات النظر. فقال لهم بالله لا تفزعونني في يوسف إن القلب عنا قد انزجر. فقالوا لما قالوا يا رأيتها كأني أرى في النوم في وقت السحر. رأيت كأني غرق عاري كتيبة من الرسل في واد خلي من البشر. ويوسف بوادي بأقصاه واقفا ومن حوله دار اكتئاب بلا وقر. وقد حاولوه يطلب الكل نفسه وما لي إليه من وصول ولا قدر.
ومنهم واحد حماه أذله حما ومن بعد ما غاب في الأرض ما غار وإني ليحزنني أن تذهبوا به ويأكله ذئب ويصبح فيه خسر ولم أستطع إن غاب عني ساعة فكيف إذا أسرى النار وما حضر فقال له روبيل رؤياك هذه فليس لها تأويل عندي ولا عبر وقال له الأولاد إن نحن عصبة أيأكله ذئب فإنا لفي خسر وساده في ذاك يوسف قائلا ألا إن هذا كان قلبي به خطر سألتك بالله الذي رفع السماء ومن أنبع الماء الزلال من الحجر فداني أسر يا والدي مع إخوتي وأسلم أمري للقضاء وللقدر فإن قضاء الله ليس يرده إذا ما أتى حرص ولا ينفع الحذر فصار يوصي عليه ودمه على خده مثل المياه إلى الحجر وضمه يعقوب ضما والدين وقبله والقلب قد قدح الشرر وقال لهم بالله عودوا بموجتي ففي القلب نار كالمشاعل تستعر وأعطاهم زادا ليوسف غنية وكوزا من الماء المصفى من الكدر وقال لهم كونوا به أشفق الورى يوقيكم الله المكاره والضرر وإن عطش أسقوه وإن جاع أطعموه وكونوا كمن أدى الأمانة ما غدر فإن أجرت شمس النار فظللوا عليه بشيء حيث لا يطق الحرر فقالوا له ثمن وألف كرامة فنحمله منا على السمع والبصر فصار يوصيهم ويمشي رفيقهم إلى أن عليه أقسموا ثم انتظر على ربوة هناك ولم يزل إلى أن تولى الليل وانقطع الأثر فعادوا عليه عازمين لقتله وقالوا له هذا حماك قد حضر وقد لطموا فوق خلقة وجهه ولم يلق يوم الضيق من ناصر النصر تعلق في أليال روبيل فكه على وجهه يلقاه في الترب فانعذر وصار إلى ما يستجير بواحد إذا قلبه أقصى عليه من الحجر تعلق في أليال الكبير واسمه يهودا خيار قوم أحسنهم سير فقال أجرني يا أخي يا ابن والدي أجابك رب العرش العز من سقر ألا فارحموا ذري ورقوا لحالتي ورقوا لمن ذاق المذلة في الصغر إذا كنتم ظهري وأولاد والدي فما حيلتي إن حال ظهري وانكسر وقال يهودا عنه لا تقربونه لأمري فإني لقد أجرت من استجر فقالوا له لئن كنت خنت عودنا وخنت لعهد سابق بيننا صدر لقد بان منك الغدر وانكشف الغطاء وها كلنا عن صاعد الغدر قد حسر وان كنا ارجعناه يحكي الذي جرى لوالده لم يبقي شيئا ولا يذر ويدعو علينا دعوة مستجابة نصير بها في الناس عبرة واعتبر ألا فسجدوني فيه قد حار أمرنا وضاقت علينا الأرض والسن والوعر وقال نلقي في الجب مثل ما عليه تعاهدنا لعهد قد استمر فلما جنوا للجب يلقونه به وكل على إلقائه القلب قد جسر فقال يهودا إن هذه عميقة كبيرة آفات وحيطانها حجر فإن نحن ألقيناه قبل وصوله يموت هذا قتل عمد لقد جهر ولكن نجري بحمل لقايا فإن خيار الناس يفوء إلى قدر فقالوا له والله
لم يبقى أحبلا فقام إلى شاة هناك وقد نحر فجاءت الخراب الحال بس الخجل وسوى حبلا مستقيلا إلى القار وقد نزل الصديق عنه ثيابه فقام هنا عند ذاك له ستر وقد أخذوا ذاك القميص فأصفروا ومن كذب قد أصفروا ما هدر وقد أعذبوا الصديق بالحبل باكيا ولكنه عن ذكر مولاه ما غتر فلما له أدلوا وفي الجب أرسلوا قطع حبله روبين حجما وقد بتر وقال إله العرش لجبرائيل أدرك ليوسف في سر كما لمحت البصر فأدركه جبريل قبل وصوله إلى قهرها لطفا من الله قد حضر وأوحى إليه الله في الجب أنه لينبئهم من بعد حين كما ذكر بصنع من دون أن يشعروا به جميعا إذ الإنباء منه لهم صدر وكان بإذن الله في الجب صخرة من الصخر سوداء ومن أثقل الصخر فطافت بإذن الله مثل سفينة وعامت بوجه الماء كأن لم تكن حجر فأجلسه جبريل بالنقل فوقها وقال له لا تبدي شكوى ولا رجب وكن حامدا لله ربك شاكرا فما خاب عبد المهيمن قد شكر تحركت الحياة لما حسسنه وكل من الحياة عنا به كسر فصاحت بهم من داخل الجب حية ألا فاسكتوا لا تخرجون من الوكر فهذا نبي قد أتى بجوارنا أما تنظرون النور بالجب قد أمر فقالوا لها لا بد من نهش لحمه ولو كان مهما كان من سائر البشر فصاح بهم جبريل بالجب صيحة فصم بها الآذان وحطمس البصر وقال له بت آمنا مستأنسا وكن صابرا والله ما خاب من صبر فستخرج منها سالما ومسلما على يد قوم قاصدين إلى مصر وتملك رقما وتحكم برا وتلبس تاجا بالمعرفة والوقر فهذا جرى بالجب من أمر يوسف وإلقائه فيه وما بيع صدر ويعقوب لما أخطأوا حس قلبه وقام بأبجاج الفضاء من النظر وأولاده قد أقبلوا في صياحهم ويدعون أيضا بالويل وفي الصبر ولم ير يعقوب يوسف بينهم فألقي مغشيا على وجهه ضجر وأولاده جاءوا إليه وحركوا وقد كلموا ولم يرد لهم خبر وبان عليه الموت في كل حالة وخافوا وكل منهم جلد أقشار فقال يهودا بئس والله فعلنا قتلنا أبانا ذنبنا ليس يغتفر فما زال مرميا على الأرض لم يفق إلى أن تغمى الليل قد حس بالسحر تحرك يعقوب النبي وقلبه من الوجد يغلي ومن ضيقه نفر فقالوا له رفقا بنفسك واستمع مقالة معذور أتى لك معتذر أخانا تركناه بجنب متاعنا ذهبنا نستبق والقضاء غالب القدر نسيناه إذا التحينا بسرحنا فيا لك من حظ كليل إذا ذكر فلما ذكرنا رجعنا بسرعة ولم نلق إلا بغل قد انتشر ولست تصدقنا ولو بان صدقنا كما بان ضوء الشمس في الصيف واشتهر فإن لم تصدقنا فهذا قميص ولم ير تمزيقا وفي جلده زفر علم أن هذا لم يكن ذي حي يوسف وأن الذي جاءوا به كذب ضار فقال لهم يعقوب بل سولت لكم نفوسكم أمرا فصبرا على القدر فقال لهم شمعون إن أباكم يكذبكم بوعد منكم وبالصدر
ألا فلغون الصاد ذئبا من الفلا ونجم أن هذا نذير ابني قار فغابوا قليلا ثم عادوا بسرعة بذئب من البر بالحبل متسر فقالوا له هذا الذي كان يأتنا وهذا على كثر الفارس قد جسر فقال لهم يعقوب فكوا وثاقه وأدنوا منه أشد منه ما ظهر فلما فكوا أتى بتذلل وأطرق رأسا ولم يكن منهم نفر وقبل أقدام النبي بتأدب تعجب من تأديبه كل من حضر فأنطقه الله الذي يعلم الخفاء ويعلم خاب عبد سره جار وقال لهم إني بريء من الذي تهمت به والحق قد بان واشتهر وإن لحوم الأنبياء جميعهم محرمة طرنا للوحش والحشر وإني غريب من بلاد بعيدة ومن ذعام واستقريت في مقر أدور لي أخا عزيزا فقدته أدور علي في البراري وفي القفر ولا أدري هل حي فأرجو حياته ويجمع شملي تبدد وانتشر وإلا يكن ميتا فأسلم وأرتجع بقلب حزين بالفراق قد انكسر وما لي بهذه الأرض إلا بقدر ما وصلت فصادوني وهذا الذي صدر فقال لهم يعقوب جئتم بحجة عليكم وبان الحق والشر قرار أذيب لفقد الأخي افعلوا هكذا وأنتم أخاكم قد أضعتم به النظر فهذا جرى للذئب من أجل نطقه ونرجع للصديق ثارنا للأذر ثلاثة أيام وقد قيل سبعة بهوة جب الميم وآية من ذكر وقد كان جبريل الأمين جليسه إذا أقبل الليل الدجو والستر ومن حيث لا يدري يؤتيه رزقه على رغد عند الأصائل والبكر وقد سخر الله الكريم بمنه بقابلة متاجر قد اتجر من البعد قد جاء التحس لعيشها على نجب جرد محبين بالسرر وقد نزلوا بالقرب من جب يوسف يريدون برد الماء من ظمأ وحر وقد أرسلوا بشار بالدلو يستقي وبشار في سرع تمنطق واتجر فلما استقر الدلو في الماء وامتلا تعلق فيه يوسف الخير واستمر وحس به من حين ألقاه مثقلا فقام بعزم مع نشاط به جسر ولما تبدى يوسف الحسن طالعا وأبصره بشار بشر وابتشر وسار به إذ كان خير بضاعة وخزن من المال قد ملئ الدرر فجاء به يدعو إلى نحو مالك فهلك من ساد لك اليوم يبتدر وإخوته لما رأوا ذاك أقبلوا وكل له صوت كسبع إذا زار وقالوا لهم هذا غلام وابق وفي الجب أنا قد تغيب واستتر وإن شئتم بيان تريدون فاشتروا ونكتبوا ما كان بيننا كان قد صدر ألا أنه لص وخوان آبق متى تغفر نعاهدكم آدم بأن توفقونه بقيد وغل لا يفك إلى مصر فقال ابن داغر مالك أنفقت مع معي ولم يبق إلا به شيء قد حكر فقالوا له بعناك فيما اشتريته فما تم شيء غير يسير من العسر فبالثمن البخت الدراهم أدى عشرين جاءت في رواية من ذكر وقد كتبوا آدم برسم خطوطهم على أنه أخفى
عبد وبالرق قد أقر وقد كفلوا بالحديد مشربلا بقيد وغلون قهو شبع متسر ولما دنا وقت ارتحال مطيم وشد رحال ليس للسير والسفر بكى يوسف الصديق عند ارتحالهم بكى مشوق فارق الآل والأطر فقال رئيس القوم ما كان ذا البكاء ومن الذي تشكو فأخبرني الخبر وقال كبير القوم بالله يا فتى على أي شيء كثرة الحزن والوجر فقال لهم قصدي أودع شادتي رموني بشام البيع والعبد بالصغر فقال لعبد الأسود خذه وارتجع لسعدته يقوي هناك له مطر فما كنت أقصى من أمور غلامهم ولا مثله بالناس خلت لهم أضر فأركبه العبد الزليم مطية من الإبل تقوي البيض بالسيل والوار وسار به حتى أتى لمتاعهم وأنزله يمشي وفي قيده أذر وكان يهود ساهرا لمتاعهم ليصنع فوت القيد والزول في النظر فجاء له كالذي يأتي غريسة وهم ببطش عن ناقله بشر فقال له الصديق رفقا فإنني عبيدكم المهجور للنوم قد أجر وقد جاءكم يبغي وجال ويرتدي لمالكه التسليم إذ على وقر يوجعكم توديع من خاب ظنه ومن بعد آيات أنى لكم نظر وكب على أقدامهم ودموعه على خده تجري من العين كالمطر وقال لهم اقرأوا سلامي على الذي على وحش جمر لا يقر ولا استقر فأبكاهم كل الرعد ودموعهم وكل له بالعدل قد قام اعتذر وقد ألقت الأغلام ما في بطونها لهول وداع قد يذوب له الحجر وأركبه العبد الذي قد أتى به وسار به يقوى المطايا على الأثر وجاز به يدعو على قبر أمه وألقى عليها نفسه وهو في كدر فقال لا يا أم لو تنظرين لي أعالج بي قيد الرساقي قد كسر وأم والدي قد باعدوني إخوتي وباعوا وشروا كالعبد والكل لي حقر وفي عنق غل ثقيل حديد وقد عادهم لا يفك إلى مصر إذا بأمير بداخل القبر قائلا حمالك أنا اليوم من ناصر النصر فما التفت العبد الذي هو قائد مطيته إلا به جن وانذار وعاد إلى إذ المطية راجعا فألقاه باك العين معتنق القبر فقال هل تدعو وتندب من مضى ومن تحت أطباق الثرى واندخر بأمك تدعو تارة بعد تارة وتندب توديا ولا كومك فهل كان قبل البيع هذا وإنه لمنك فداء قد نهبان واشتر وقد صدقوا فيك الوعد بقولهم بأنك لص خائن أعبق الوضع وبعد أهل عبد الزليل بلطمة على وجهي ألقاه بالترب فنادى فقال إلهي إخوتي يصلونني ومن بعد هذا أسود لي وقد حقر عسى ذاك تكفير لذنب جنيته لك الحمد يا مولاي يا خير من غفر إلهي بأسماء وأوصافك المنعى سألتك صبرا بالذي أنفذ القدر فثارت عليه ظلمة وعزاجة فذاك ميزان ورعد بلا مطر وقد كسف الشمس النهار وغيمت فليس على الجار المسيء بلا نكر غلامك هذا انني قد لطمته وشاهدته نحو السماء لقد نظر ومد يديه واستطال دعاءه وامام قولا لست افهم ما ذكر وما ارتد منه الصرف الا واقبلت رعود وبرق كاد ان يقصف المسر
ألا تذهبوا قبل الهلاك لنحوي ونسأله صفحا عن الذنب إذ غفر وجاءوا إليه كاشفين رؤوسهم وكل له بالعذر قد قام واعتذر وقالوا له قم فاقتصص منه نغمة وإلا ثلاثا وإن تشاء فقد عشر فقال أنا ممن إذا ظلموا عفوا وطبعوه صفحا وأنا على العذر إلهي أجر عنهم عذابا يرونه وجد منك بالمعروف يا خير من غفر فجاءت بإذن الله عيان جلازل وريح شموم والبوارق والشرر وقد طلعت شمس النهار بسرعة وقد سكنت تلك الرياح من الممر وبدلت الظلمة بنور مشاشع وقام فوق طلبان طائره هدر وسار جليل الركب بالركب آمنا وغنى مغني القوم من طرب وشر وقد أصبح الصديق فيهم معظما وصار جليل القلب فيهم المفتخر وقالوا له والله لولا تقدمت مواثيق عمار وفي نصرها ضرر فككناك من قيد وغل عاجل ولكن علينا احلم لنوفي بالنذر فقال لهم اني صبور على الذي قضى خالقي فالحكم لله في القدر فقال ابن داغر والذي رفع السماء ويعلم ما تحرم ظاهر والسرى لابذل مجهودي لاكرام يوسف واساله ان يدعوني دعوة الصغر وساروا به كي يقطعوا نفدا بدا ويكون هذا في اياب وفي سفر ولما جلوا من مصر قبل دخولها على خوح النيل المبارك واستقر على شاطئ النيل المبارك طلبت خيامهم والكل بالفرح استتر وفكت عن ليس الحمول وارسلت وقد امنوا من كل بائقه وشر ويوسف الصديق فكت قيوده وقام ابن دار ثم ادخله النار وغسله حتى ازال كابه على يوسف الصديق من دار السر والبسه ثوبا من الخلد نائما وتوجه بالتاج في اعين البشر ومنطقة فيها اصطناع وحكمة مرصعة من دين رقم من درر وطوره من موقع فوق السبيل وكحله من بعد تسبيح الشعر واركبه من فوق ظهر بطية مزينة والنور لركب قد عمر وقد طالعه مصر في يوم مغيم اضاءت به الحيطان لا بادر بدر وعنوا بأن الشمس طامعة لما يرون من شاع النور في البلد انتشر وشاعت به الأخبار في مصر كلها تباكى نواحيا أتى لهم الخبر بأن ابن جعجعة بتجارة وأيضا نوره يعجل القمر ووعدهم أن المناجاة في مد على بيعه فالمشتري من له حرر فجاءت إليه الأزقة عالمر ولم يبق في مصر أنفى ولا ذكر ولم يبق صالوك ولم يبق ذو غنى ولم يبق مأمور ولم يبق من أمر إلى أن أتى المياد حتى ملوكها كذاك عزيز القوم للموعد انتظر وإن الصباح أصبح اليوم مالك وألبسه من كل لون قد افتخر وجاءوا به دار العزيز مزينا وطاش عقول الناس وازداش البصر ونادى المنادي من يريد ويشتري غلاما نبيلا ازداد حسنا على البشر فزادوا به من قد ارادوا شراءه الى ثمن يزداد للعبد والحصر فقال عزيز القوم اني شريته بوزن له من كل شيء قد احتكر من الفضة البيضاء من ذهب ومن يواقيسها والمسك والنبي والدرر واصناف اشياء تزايد عبدها ولكنني اخذ طريق من اختصر فاما ابن داخل مالك مال قلبه الى المال وانهادت جوارحه الاخر فجاءوا باموال وظنوا بانها توازنه باوزان حجر من حجر وقد وضع الصديق في كسرة وفي
الصور. فشحت عن الصديق قالوا لمالك غلامك هذا به سر قد انتشر، فإن لم يكن هذا نبيا وصالحا وإلا له علم بسحر وقد سحر من الناس سلوى أبي وجدي ونسبه تبدو لدى صحة الخبر. فقال له بالله من أي نسبة وأية أجداد قل لي الحق واستقر. فقال له الصديق يعقوب والدي وإسحاق جدي والخليل الذي انتصر على الأرض النمرود لما رموا به على ناره عاد سلاما كما ذكر. فقال له لم لا تقل ذاك قبل ما أبيعك إن المال عندي لمحتقر. فجاء إلى نحو العزيز مسائلا بأن يرد المال رد يا غير. فقال له بالله إن كنت فاعلا وتغدر بعد البيع أنت الذي خسر، وأمرك بالغارات والنبيعات لا ودارك بعد العمارة تنتظر. فقال له إن كنت سابرت زاده فإني أرد المال قل وإن كثر. فزاد به قلب العظيم محبة وردت له الأموال من بعد ما افتقر. وأما ابن داغر مالك قال ادعني بنسل فإني خشيت من البتر، ولي نسوة في منزلي قد جمعتها وعدتها اثنتان من بعدها عشر. هناك جاء الصديق لله راغبا بقلب صفا من كل عل ومن كدر، وقد حملت في العام كل نسائه وقد أرضى عشرا من ابنته عشر. وأما عزيز القوم جاء بيوسف بمنزله فازداد بخرا على بخر وزاد به عزا، وقال لأهله زليخا أقيميه إنه زادنا فخر. فقالت له سمد وهل بكرامة سأخدمه مني على الرأس والبصر. وحنت به حبا وزادت صلابتان غراما به حتى على لون الصغر بسبع سنين، ويبي بحر حبها تكابد ودا يقصر القرب فانفطر. وقد نحلت جسما وزادت بحبه وقد عيل من الصبر وانقطع النظر. فبين جليحة في تزايد أمرها وقواق من الصدر وانقطع السحر، إذا بعجوز السوء قائلة لا إذا ما رأتها في نحور وفي وجر، تقول لعاني أرى الغصن بابلا عيانا وبعد الطول أصبح في قصر. ونومك معبود وعقلك ذاهل وحسنك مسلوب وقلبك في فكر، ألا تخبريني بالذي قد أصابك ولا تنكري عني وقولي لي الخبر. فقالت لها والله في القلب علة وسر خشيت أفشيه يحصل لي الضرر. فقالت لها أفشيه لا تكتمينه ولا تخش مني فمثلي من ستر. فقالت لها هذا غلامي أحبه ورمت به عشقا وقد مسني الضرر، يفر إذا ما رمت منه تقربا يهوم بعادا كالغزال إذا نظر. فقالت لها من ذلك مسكنيني لأفعل ما أشاء به من الصور، وأرجو أن تبلغين فيه مرادك ويجمعكم وصل إلى آخر الدار. فقالت لها مكنتك من خزائني خذي ما تشاءي لا تخافي من الفقر، فلا حاجة بالمال من بعد ملكتي وقد تلفت فالمال عندي كالحجر. فكم من عزيز ذل من بعد عزة وكم من غني من بعد ما أيسر افتقر. هناك عجوز السوء جاءت بعالم له خبر بالسقم يؤتى ويختبر. فقالت له إني أريد مهندسا حكيما وبناء ولنحة من حجر، ثلاث إذا ما غاب منهن واحد تعطل باقيهم عن الفعل والدخر، ويحتاج الباب منهم الباب دائما شبيهين كالعرس إن ماؤه وتر. فغاب قليلا ثم جاء وقد أتى بالذي ترجعه من غير ما ذكر، وجاءت بأحجار اليواقيت
الحرث كلها وخز اليمان والجواهر والدعر وجاءت بأنواع الجواهر كلها قوارير أكوام ثمين من الحجر فقالت لهم بيتا أريد بناءه يحير به طره الذي به لا حمر يرى ظاهرا منه إذا كان باطنا وينظر منه باطنا من يكون غمر وتبنون مجلسا فيه حكمة مقاسمة تخفي عن من له نظر فقاموا بتجهيز لذلك كله بسمع وطوي لا خلاف لمن أمر وقد أحكموا بيتا بتدبير حكمة تجول به الأحجار كالماء في النار ومن باب هذا أحضرت بمعلم خبير بعلم السحر والنقش والحجر فقالت له صور زليخا ويوسفا بجانب أبي أكمل الزي والنظر بألوانهم واللمس والزي كله على من يرى لا يشكلان على نظر وتجعلهما بعضا لبعض معانقا له اللف في الأبواء ثورا على ثور فلما قرا هذا وأتقن ورأت جميع الذي قد دبرته من المكر وجاءت زليخا وهي جالسة على سرير من ذاك البيت من وراء الدرر وقد ألبستها حلة بعد حلة مصورة فيها الخلاخيل والصور وفي عنقها طوقا بعشرين درة بها قد أضاء البيت كالشمس والقمر وقد كحلت بها العيون وأرسلت على صدرها بها ذوائب الأخر وقد ألبستها التاج أيضا مرصعا جرائم شتى يحير لها النظر محلية أطرافها من زبرجد مضمخة من خالص الطيب ما أطر وجاءت إلى الصديق يوسف جالسا بمستانه يشتم من أطيب الجار فقالت له أسرع لمولاتك التي دعتك إلى بعض الحوائج فابتدر فلما أتى للبيت أزم دخوله وشاهد في الحائط أنقر واتخر فقالت له انظر لوجهي نظرة فقال لا أخشى الحماية في الحشر فقالت له امدد يديك والتمس فقال لا أخشى تول إلى سقر فقالت أطعني قال ليس بواجب أطعك وأعص الله أكثر من كفر فهمت به فعلا وهم بتركها وفي ذلك برهان من الله قد حضر وفي ذلك البرهان آل خلافهم فقيل رأى طيرا على كف حجر يقول له لا تفعل السوء وتصم فاسمك في ديوان النبوة مستقر وقيل رأى يعقوب عظم ابنه فقال له رؤياك والحذر الحذر وقيل رأى من جانب الدار قد بدا ببرهانه كفا من نور قمر يقول له لا تفعل السوء واتبع طريقة آباء كرام ومطهر وقيل رأى أسدلت ستر حاجز على صنم في البيت كي أنو تشتفر فقال لها ماذا قالت خشيت يراني وإني استحيت من الحجر وولى يريد الباب لا شق ميصه وقد جلبت جلبة من الغدر وجاء لنحو الباب فألقاه مقفلا وجاءت زليخا تقوم على الأثر وألف يا سيدها بالباب وقد رأته فقالت لا جزاء الذي أبر فقال لا ماذا الذي أنتما به فقالت له والله يعيشك ما ظهر أتزرع أرضا يخيب زرعها وكم بادر أرضا يخيب الذي بدر غلامك هذا إنه قد أرادني بسوء قبيح بالإساءة والضرر فقال له والغيظ في وجهه بدا أهذا جزاء الخير تبدله بشر أمنتك في أهلي ومالي وبادنا تكون هذا منك من أكبر الغدر فمن خجر قد كلمت وجناته حياء ومن رتح له عرق قطر فقال له إني بريء وإنني لا
معتصم بالله لستك من فجر. فقال له من أين تأتي بشاهد نبرئكما إني شككت بما ظهر رأيتكما في زينة وبحالة تسوء وإن الصدق عني قد استتر. فقال له ما غاب ظنك إلا أساءت وأن نفسي تناوذني جار ولي شاهد من أهلها وهاهنا صدوق بما قاله لا يسمع الغدر. فقال هل كان بالبيت واحد سوى صنم في البيت من نادى ويندحر ولكنه طفل رضيع بماتي وشاهدته ينظر لها نظر الشجر. فقال له إني رضيت بهذه شهادة هذا الطفل من أكبر العبر. فقال له الصديق يا طفل بالذي أقامك من ضرع بالجر القمر وحنن قلب الوالدين تحننا وسواك منا إن مهين قد نمر تخبر ماذا جرى كان بيننا وينطقك الله الذي أنطق الحجر. فنحن حذاك الطفل قبل كلامه وثنى بحمد الله ثم له شكر وقال له إن بالقميص دلائلا مبينة لا تخفى عنه له نظر فمن قبل إن قد قميصه فقد صدقت في قولها وهو مستجر ومن دبر إن كان قد قميصه فقد كلمت فسكا عما بدا الدبر. فلما رآه قد من دبر وقد بدا الحق والراحا كما الصبح انتظر فقال لها إن النساء ظالمون وينكرن فعل الخير والود والبشر أترمي بريئا بالذي تفعلينه ورميك بالبهتان والزور قد أقر وإن نساء ذي المدينة لنا على فعلها والقول فيها لقد كثر وهن نساء من أكابر قومها ذوات أطول السن ممن قد احتقر. يقول زليخا إنا ذات حكمة أيحدث فيها العيب يا لك من خبر فإن سمعت بالمكر منهن أرسلت إليهن أن يأتين بالعز والوقر وقد ورشت دارا لا بعد رشها بماء من الورد الممشك والعطر. فلما إليها جئن قامت ورحبت وأبدت تحيات كما النظم للدرر وجاءت بأقداح على عدد النساء كذات فكاكين على عدد الأخر. فقالت لهم إن جاء يوسف هاهنا فنطعمه ونترج ونشتر له شطر. فجاءت إلى الصديق وألقته جالسا فقالت له ألبس النار وانتشر ولك السني للأرض بين أشيرتي وألبسني ثوب المذلة والصغر ولست على فعلي هذا يعذرونني ويبطل عني القيل والقول والعير وقد ألبست حلة بعد حلة مطلشمة بعض القلاقين والصور وقد وشحت بالوشاح الذي له طراز له نور من اللعب انتشر وقد ألبست التاج أيضا مرصعا جواهر شتى قد يحير بها الذكر. فقالت له اخرج علينا يوسف وسلهن ان يطعمنك الخنف والثمر. فجاءك بل الله في عمق السماء له قامة تسمي القول الذي حمر. فلما له ابصر قرن خواليا من العقل لم يفهم شبعا ولا وتر وقرن حيارى باهتين لنحوه وقطعن ايديهن من شده الحيار وقد ضحكت من فعلهن زليخته وهن سكارى لم يذقن من السكر. فقالت لهن رزقا بانفسكن ولا تقطعن ايديكن واغنون للبصر فهذا الذي كنتن تلمنني عليه وان الحق يعلو كما ذكر الا انه ان لم يطعني ويعتصم لاسكنه شبرا يذوق به الضرر. فقالت لهن اسفان لي فعسى به يلين ولو نحوي يشاهد بالنظر. فقمن اليه الكل تبدي بنفسها تدعوه ولم تدعو لجارتها الاخر. فقال الهي كان واحده فقد بقينا كثيرا اين لي من المفر
إلهي فاصرف كيدهن تفضلا بمن علي أنت أكرم من ستر. إلهي فإن السجن أطيب مدخلا وأليق مما ليدعو من حضر. دعا واستجاب الله منه وإنه يجيب دعاء المضطر إن سر أو جهر. ومن باب رؤياهم قديما بدا لهم بأن يدخلوه السجن ظلما وينتصر. لما رأوا الآيات آيات التي بدت سيل بدر ليل في 14 وجاءت زليخة في تكامل جيها إلى الملك الريان تخطر في خطر. كذاك أي استأذنت في دخولها فلما رفع بالدخول لها أمر. فلما عليه أقبلت ثم سلمت فقام لها معه المجالس من حضر. فقال لها أهلا وسهلا ومرحبا ببنت كريم الناس للعز والوقر. فلما استقرت في الجلوس تكلمت وأبدت تحيات كما النظم للدرر. فقال لها هل حاجة لك أقضيها ولو أنها شطر من الملك مستقر. فقالت له تبقى زمانا مخلدا بملكك معزوزا مؤيد منتصر. ولكن فتاك قد أطى وتحجج كما إن زهت باللحم قد جمع المار. أريد أن تدخله سجنك صاغرا ذليلا وتلقيه إلى أضيق الحفر. فقال لا سمع لديك وطاعتين. وأرسل في سرع إلي وقد حضر. فقال له تعطيني مولاتك التي أيا بها عمت وما روحها غمر. وأحضر حدادا وأحكم قيده وأدخله سجنا وألقاه في حفر. ولكنه قد سر عند دخوله لبعد عن الفحشاء والله قد سكر. وقد سخر الله الكريم بمنه له كل من في السجن معه الى حضر. فكان يسليهم ويذهب حزنهم بحسن حبيب لا يمل وان كثر. وعلم تاويل الاحاديث حكمه اذا قال قولا جاءه نحو ما ذكر. يبين لهم آمالهم وما يأتي في غد من الأكل والأشياء كما النقش من حجر. وتأويل الرؤيا بحسن عبارة تصيب ولا تخطي وفي علم أظهر. وقد كثرت خيراته وتواترت على أهل ذاك السجن كالغيث المطر. ومن باب ضيق الحال والجهد والعناء تراجمت الأيسار واندفع الأسر. وكل الذي في السجن كان يحبه وقد كرهوا منه الخروج إلى الوتر. ويوم من الأيام طل بقوة لينظر أبناء السبيل ومن أبر. إذا بغلام فوق بكر يحده وينشد أشعارا لا القلب قد شعر. فقال له لا شكتك الله أن تقف فأمسك عنان السيل وانحبس البكر. فقال له هل حاجة لك يا فتى إن استطعت أقضيها على السمع والبصر. فقال له بالله من أي بقعة وأي بلاد كان مأساك والمقر. فقال له من أرض كنعان لي بها آباء وأجداد حديثا ومندثر. فقال وهل تدري بكنعان شلعة من الشجر المخمور من أطيب الثمر. وقد طوت أصلا وفرعا ومنبتا وأقصارها من بعدها ابنتا عشر. وقد فقدت منهن غصنا وأصبحت بذلك تؤلمها وقد مسها المرض. فقال الفتى سبحان ربي هذه صفات نبي الله يعقوب في البصر. فلما رأى الصديق ذكر أباه لم يكن ثمان طاحة الميت حين حر. ومن بعد إغماء عليه ودمعه على خده يجري من العين كالمطر. فقال له بالله كيف تركته؟ فقال على حال يسيء لمن نظر. تهدمت الأركان منه وقد وعى وصار رحيل الجسم وهو الدمار. وعجل فيه الشيب قبل أوانه ومن كثرة الأحزاب قد لقن البصر. وقد هجر الأوطان والأهل والحمى ومغناه من بعد العريس لقد طار.
على سلك ما نبنى الميت مفرجا وتمسك بها خيرا الى اخر الدار وتغلب من دعوتك مستجابة لتنال لك الارزاق في اخر العمر. فقال له ما ذلك يا فتى؟ فقال شرعهم كالجراد اذا انتشر سلام على المكموم من عند والد غريب بعيد الدار قد مسه المرر تراوده الاحزان من كل جانب ولي بفراق الاهل قلب قد انفطر. فقال الفتى سبحان ربي من يطر يؤدي الي الا كخيمه ينهر. فقال له ان جئت يوما مؤديا فامنه بيج الحرام اذا كثر لوقت قيام الانبياء لوردهم يناجون ربا ليس يدرك بالمطر. اذا جئته فارقب به بتعذب ورفقا لطيف الدق وسلم الوقر. فقال اؤدي ما نعيم رساله عسى دعوه من عندي عقوبه الدهر. فجاء كما اوصاه ان كان فاعلا وناوله منه الرساله ما فتر. فقال له يعقوب بالله يا فتى اشاهدته بالعين تحقيق بالنظر اشاهدت خيرا طالما قد لثمته على خده بعد كما نقطه الحجر. فقال له بالحال عنه وان تسال فقد مسه الاحزان والهم والضرر. فقال له جاني اكون مقبلا عيونا رأت روحي وعز وعشر. فقبل يعقوب النبي عيونه وقال له صل ما تشاء وتستخر. فقال له اسال الهك يغنني بمال واولاد مع الفرج في الحشر. فقال الذي يرجوه لما جعله ومن باب هذا صار اربح من بحر. وقد دخل السجن الذي فيه يوسفون فتيان حداد وخمر له عصر. وقد عاشروه مدة وهو بينهم يعبر رؤيا بينهم تشبه الصدر يؤول رؤيا من رأى في منامه فتى في صحيحيك الذي كان قد حضر. فقام الفتى الساقي وشاهد رؤية بها صار مسرورا وقدم ما اتخذ. رأيت كأني آخذ لي ثلاثة أنا في داداب ثلاثة آخر والوان أبيض وحور وأسود وسواه بالحال خمرا وقد خمر. فقال له تبقى بسجنك لابدا ثلاثة أيام وتخرج مستسر وتلقى سريعا بالتقرب ساقيا لربك خمرا أيما محمر خمر. وقال الفتى الخباز أيضا فإنني رأيت مناما كان تعبيره أبر رأيت تنانير البلاذة مليت من الخبز قرصانا من الظلمة السمر وإن على رأسي طباقا حملتها وقد شخصت له الخرائط بالنظر. وكانت سباع الجو تأتي لفوقها وتأكل منه ما تشاء وتستقر. فقال له تبقى بسجنك لابدا ثلاثة أيام وتخرج مزدجر وتسلم في جل من النخل عاليا ويأكل طير الجو منك إذا نقر. فقال له ما خلت شيئا وإنني لممتحن نادى قد نفذ القدر وللناجي الكرمي يقول ولا تكن لربك ناس يوسفا حين تختبر. فعاتبه جبريل في الوحي قائلا أتترك ربا يرزق الجود في الحجر ونجاك من كل المسائد والرجاء